تحدثنا عن الخلايا الجذعية الميزنشيمية وكيف أنها جزء من آلية الإصلاح الطبيعي وبالتالي يمكن استخدامها في كثير من الأمراض. ننتقل الآن إلى الأمراض المعالجة بالخلايا الجذعية والتي هي تحت أو في طور التجارب السريرية. سنأخذ الأمراض العصبية كنموذج، وطبعا ما ينطبق عليها تقريبا بشكل عام ينطبق على باقي الأمراض. ثم سنأخذ لمحة عن مرضين أو ثلاثة، وإذا تكلمنا عن كل الأمراض التي تعالج أو التي يمكن أن تعالج بالخلايا الجذعية فإن الكلام يطول أياما وليالي، لذلك لن نخوض كثيرا بالتفاصيل لأن التفاصيل نفسها دائما تتكرر تقريبا. في الأمراض العصبية، ما هي الخلايا الجذعية المستخدمة؟ إما أن تستخدم خلايا جذعية خارجية المنشأ أي خارج الجسم، وذلك إما خلايا جذعية جنينية وستكلم عنها زميلي تمكين حسن، أو خلايا جذعية عصبية يمكن الحصول عليها من جملة عصبية لبالغ أو من جملة عصبية لجنين، وليست نفس الخلايا الجذعية الجنينية، لأن النمط الأول الذي تحدثنا عنه هو من بلاستوسايت، هو من مرحلة أسابيع، وليس هذه الفيتال سي ان اس. أي فيتال هنا معنى أن الجنين تمايزت نسجه، تمايز هناك لدينا نسيج عصبي، أخذنا هذا النسيج العصبي الذي تمايز. ايضا يمكن ان ناخذ خلايا جذعيه من نسج اخرى، مثلا ناخذ خلايا جذعيه ميزنشيميه من نقي العظم. اما ان تحقن هذه الخلايا مباشره في الدماغ او في الجمله العصبيه ايضا الحبل الشوكي، او يمكن ان تهندس جينيا بحيث نستفيد منها، وسنعطي مثالا فيما بعد. وهذا الامر لا ينطبق فقط على الامراض العصبيه بل ينطبق على باقي الامراض. يمكن في كثير من الامراض ان نهندس ونعبر عن جينات غير طبيعيه نضعها في الخلايا الجذعيه لنستفيد من خاصيه معينه. وبالتالي طبعا هنا دخلنا في مجال آخر هو مجال المعالجة الجينية، ولنا طبعا مجال كامل ويحتاج إلى كورس آخر. طبعا يمكن أيضا أن تكون هناك خلايا جذعية داخلية المنشأ نحرضها، أي نضع عوامل تحرض الخلايا الجذعية داخل المنشأ الموجودة في الجملة العصبية، وبالتالي يمكن أن نحرض عملية الإصلاح والتجدد. طبعا بالنسبة للخلايا الجذعية خارجية المنشأ يجب أن تعيش بعد الزرع، بالتالي إذا لم تعش بعد الزرع لن نستفيد منها. يجب أن تهاجر إلى موقع الإصلاح والاستعاضة، أي موقع التي تريد أن نريد بها أن تعوض الخلايا المتأذية والمتموتة، وذلك خاصة لأن بنية الدماغ لا يمكن أن نحقن الخلايا الجذعية أينما كان، يمكن أن نحقنها في موقع يمكن الوصول إليه، وعليها هذه الخلايا أن تهاجر إلى الموقع المتأذي، فإن لم تهاجر فلن نستفيد شيء. يجب أن تتميز إلى النمط الخلوي المناسب والملائم، أي مثلا هذه الخلية الجذعية مثلا في داء باركنسون، داء باركنسون يتميز بفقدان العصبونات الدوبامينية التي تفرز الدوبامين، هو ناقل عصبي، فينقص مستوى الدوبامين هذا الناقل العصبي في الدماغ، وبالتالي يؤدي إلى مرض داء باركنسون الذي يتميز بالرجفان. ومحمد علي كلاي الملاكم الشهير هو أشهر من أصيب بداء باركنسون. بالتالي إذا لم تتميز الخلايا الجذعية العصبية إلى خلايا دوبامينية تفرز الدوبامين لن نستفيد شيء منها في داء باركنسون، وهكذا. أيضا يجب أن تقوم بعمل اتصالات ملائمة مع النسيج المضيف، وإلا ستبقى كتلة عصبية معزولة ولن نستفيد منها. لتحقيق هذه الشروط من الأفضل اختيار الخلايا من نفس المنطقة المراد الزرع بها، لأن ذلك يزيد من معدل نجاح الزرع. سنأخذ الآن ونرى مثال داء باركنسون، كما سنرى بعد قليل نأخذ مثلا من الجنين نأخذ الخلايا من نفس المنطقة التي نريد زرعها في مرضى داء باركنسون في منطقة المادة السوداء حيث توجد العصبونات الدوبامينية التي يتم فقدانها. طبعا داخلية المنشأ أو الخلايا الجذعية داخلية المنشأ يمكن تحريض تخلق النسيج العصبي نيوروجينيسيس بحقن عوامل نمو أو خلايا مهندسة تفرز هذه العوامل في البيئة المحيطة بها. عوامل النمو مثال عليها هو عامل النمو البشري مثلا epidermal growth factor، فيبروبلاست جروث فاكتور، هي عوامل نمو تقوم بتحريض تشكل العصبونات وتحريض نمو وتمايز هذه العصبونات. لكن هنا يجب أن نحقن مباشرة في الدماغ لأنها لا تعبر حاجز الدماغ الشوكي، هناك حاجز دماغي شوكي حاجز دماغي دموي يقوم بفصل الدماغ عن الدم، فلا يسمح بالمواد الغريبة إلا إذا كانت مواد صغيرة الحجم الجزيئي لا تعبر هذا الحاجز. هذه العوامل هي ذات طبيعة بيبتيدية بروتينية، وبالتالي يجب حقنها مباشرة في الدماغ ولا يمكن إعطاؤها عبر الدم. أيضا وظيفة هذه العوامل حماية الخلايا العصبية السليمة، حماية الخلايا الجذعية العصبية من التموت،
يعني في الأمراض العصبية التنكسية إحنا ستموت. فإذا حمينا هذه الخلايا الجذعية خاصة فيمكن أن نحمي المريض من التنكس ومن فقدان هذه العصبونات. سنأخذ داء باركنسون. في داء باركنسون يحصل خسارة العصبونات الدوبامينية، والعلاج الحالي الوحيد هو تعويض الدوبامين، لكن هذا العلاج يتميز بأثار جانبية، كما أن هذا العلاج يفقد فعاليته مع تقدم المرض. البداية بالمعالجة بالخلايا الجذعية كانت بزرع نسيج جنيني، وهي كانت معالجة ناجحة نوعا ما، أعطت نتائج إيجابية في التسعينيات بدأت. طبعا هذه المشاكل لكن أعطت مشاكل أخلاقية ودينية، حيث أننا نأخذ نسيج من جنين متمايز، فهذه مشكلة، كيف نأخذ نسيج من جنين ونزرعه في دماغه؟ هل تتصورون أن تأخذ جنين مجهض؟ طبعا مجهض يكون لا نقتله، اللي يكون مجهض، عموما الإجهاض هو قتل جنين. نأخذ هذا الجنين ونأخذ جزء من دماغه ونزرعه في دماغ المريض، فلم تلقى طبعا قبول لهذه. طبعا هذا شكل يوضح التفاصيل. يحدث تبرع بالجنين المجهد، طبعا يؤخذ من نفس المنطقة النسيج العصبي، نفس المنطقة التي نريد زرع في داء باركنسون، لا ندخل في التفاصيل التشريحية، ويتم حل هذا النسيج وحقنه في دماغ المراد المريض الذي يعاني من داء باركنسون. إذن الخلايا الجذعية المستخدمة في معالجة داء باركنسون، طبعا غير النسيج الجنيني، هناك خلايا جذعية جنينية طبعا يقفزها ويتم تمايزها إلى خلايا عصبية. خلايا جذعية ميزنشيمية، ذكرنا آليات الخلايا الجذعية الميزنشيمية في الأمراض العصبية. خلايا جذعية عصبية، وهنا نحصل عليها من خطوط خلوية جذعية خالدة. هنا نأخذ من نسيج جنيني نأخذ خلايا جذعية عصبية، لكن نقوم بإعدائها بحوامل فيروسية تدخل لها جينات ورمية معينة، طبعا لا تجعلها ورمية أو سرطانية لا، ولكن هذه الجينات تدعى جينات ورمية، تجعل هذه الخلايا تتكاثر بشكل لا نهائي، أي نقوم بصنع خط خلوي خالد، ومن هذا الخط الخلوي نأخذ خلايا ونضعها طبعا نستخدمها في علاج المرضى. هناك الخلايا التي تكلمنا عنها وتكلم عنها زميلي، وهي الـ Induced Pluripotent Stem Cells، وهي نأخذ من نفس المريض خلية جلدية ترجع تمايزها دي differentiation، أي نزيل التمايز وترجع إلى حالة الخلية الجذعية Pluripotent متعددة القدرات، ثم تتمايز إلى خلايا عصبية جذعية عصبية، ونقوم بحقنا في طبعا الدماغ. يمكن استخدام خلايا جذعية عصبية معدلة جينية، وهنا كما قلنا دخلنا في مجال المعالجة الجينية، حيث هذه التعديل الجيني يمكن أن يكون علاجي، أو يمكن أن يكون لإنتاج عوامل حماية عصبية، عوامل نمو مثلا تحمي الأعصاب وتحمي النسيج المزروع، يعني تحمي النسيج من العصبونات من التموت، أو علاجية مثلا. لن نخوض كثيرا في المجالات العلاجية، لكن هنا سنأخذ مثال في السرطان بعد قليل أيضا. هنا نعطي طليعة الدواء بحيث أن هذا الدواء لا يقوم بالتأثيرات الجانبية في الجسم إلا في الدماغ، عندما يصل إلى هذه الخلايا تقوم هذه الخلايا بشطره إلى الدواء الفعال، وبالتالي نتخلص من التأثيرات الجانبية للدواء ونحصل على تركيز عالي من الدواء فقط في المنطقة المراد تأثيره بها، وبالتالي نستطيع استخدام جرعات أعلى، نستطيع أيضا علاج المريض بالدواء دون أثار جانبية بشكل أكثر فعالية. من المشاكل المرافقة؟ المشاكل المرافقة أنه لا يوجد نسيج كافي لعدد المرضى المحتاجين، يعني مرضى داء باركنسون لا يوجد نسيج عصبي كافي، لا يوجد إجهاض، يعني نسبة الإجهاض قليلة، أضف إلى ذلك نسبة الذين يتبرعون بهذه بالأجنة المجهضة أقل بكثير، وبالتالي لا يمكن مثلا بهذه الطريقة أن نعالج داء باركنسون ونقول هناك معالجة، هذه معالجة محدودة جدا. التباين في النتائج بين المرضى، حقيقة كانت بعد المعالجة وجد أن هناك تباين في النتائج، تتراوح بين هناك أناس لم يستفيدوا أبدا، وهناك أناس انعكست الأعراض لديهم، أي تم شفاؤهم، وهناك أناس يعني مرضى تحسنوا لكن لم يشفوا تماما. من المشاكل التي حصلت أثناء العلاج بالخلايا الجذعية العصبية هي حصول خلل حركة، طبعا خلل الحركة ربما يعود إلى هذه العصبونات وتشكيلها لهذه الشبكات الجديدة، وهنا إذا لاحظوا أن هناك مشاكل تترافق قد لا نتوقعها، لا نجد إلا سريرية بعد التطبيق السريري، وهنا نعود لنؤكد على أهمية التجارب السريرية وعدم استخدام معالجة غير مثبتة، بل نستخدم معالجة تم توثيقها وإثباتها والتأكد من الأمانة والفعالية. بالنسبة للأورام العصبية واستعمال خلايا جذعية في الأورام العصبية،
خاصة الأورام التي لا يمكن الوصول إليها. في الأورام العصبية عادة يزال الورم العصبي بالجراحة ويعطى دواء كيميائي لكي يقوم بإزالة بقايا الخلايا الورمية، لكن هنا خاصة الأورام العصبية لا يمكن القيام بالجراحة ولا يمكن استئصالها بالجراحة، فهنا يمكن أن نستفيد الخلايا الجذعية العصبية لإيصال العوامل العلاجية للورم. طبعا حيث تهاجر في هذا المخطط نجد فأر، ولاحظوا أن هذه التجارب ما زالت في طور البريكلينيكال، أي في طور ما قبل السريري، أي في طور الحيوانات. في هذا الطور قمنا بزرع الخلايا الستيم سيلز النقطة الملونة في اليوم التاسع، نلاحظ هذه الصورة وهنا الورم. قامت هذه الخلايا عبر الأيام بالهجرة إلى موقع الورم، وعند وصولها طبعا إلى موقع الورم يمكن أن تهاجم هذا الورم. طبعا كيف تعمل؟ ما هي آلية عملها؟ طبعا قبل ذلك نقول فعالية ضد النقائل، حيث أن النقائل، لاحظ أن النقائل الورم يشكل نقائل في السائل النخاع الشوكي. فوجد أيضا أن الخلايا الجذعية العصبية انتشرت في السائل النخاع الشوكي وهاجمت هذه الخلايا وهذه النقائل ومنعت الورم من الانتشار. آلية لن نخوض بها كثيرا، لكن أيضا نفس المبدأ، طليع الدواء يمكن أن تكون. طليع الدواء بحيث أن هذه الخلايا يعني هناك بروتين يشطر طليعة الدواء، طليعة الدواء هي دواء سام خلويا، لكن نضع طليعة الدواء بحيث لا تكون سامة، إلا عندما تصل لمنطقة الورم تقوم هذه الخلايا الجذعية بشطر طليعة الدواء وبتحرير الدواء الفعال الذي يؤثر فقط على الموقع الورمي، وربما طبعا يؤثر على الجملة العصبية، لكن نتجنب التأثيرات الجانبية الأخرى. نعرف المعالجة الكيميائية تؤدي إلى تساقط شعر، تؤدي إلى غثيان، إلى إصابة النقل العظم، تكبت النقل العظم، فنتخلص من هذه العوامل التأثيرات الجانبية. أيضا يمكن أن تعبر هذه الخلايا الجذعية المهندسة عن عوامل أو سيتوكينات مضادة للورم مثل الـ TNF العامل المضاد للورم. طبعا هذا الشكل يوضح التفاصيل. يحدث تبرع بالجنين المرجهد، طبعا يؤخذ من نفس المنطقة النسيج العصبي، نفس المنطقة التي نريد زرع فداء باركنسون، لا ندخل في التفاصيل التشريحية، ويتم حل هذا النسيج وحقنه في دماغ المراد المريض الذي يعاني من داء باركنسون. طبعا آلية عملها بالنسبة للسكتة الدماغية هي تحريض تخلق النسيج العصبي، آلية حامية عصبية، التعديل المناعي والآلية المضادة للالتهاب، تحريض تشكل أوعية وتفعيل عمليات تجدد داخلية المنشأ، وهي عددتها بسرعة لأنها نفسها الآليات التي أخذناها في الميزنشيمال ستيم سيلز في الخلايا الجذعية الميزنشيمية، نفس الآليات هي التي تعمل بها لتحسين السكتة ولتحسين وضع مرضى السكتة. هناك أمراض عصبية أخرى مثلا داء هانتنجتون، داء الزهايمر، التصلب المتعدد، أذيات الحبل الشوكي. في الحبل الشوكي يحصل انقطاع التوصيلات بين الأعصاب، فهذه الخلايا الجذعية العصبية تقوم بتوصيل هذه الأعصاب من جديد وبالتالي نشفيه من الشلل جزئيا. لكن الحالة هنا معقدة بالنسبة لأذية الحبل الشوكي، لأننا الانقطاع لا نعرف هذا الانقطاع كيف مدى، يعني مدى انقطاع. بالعادة الذي يحصل لديه حادث نقوم بتمارين رياضية، نقوم بمعالجة فيزيائية، نقوم بإعطائه حمية خاصة، وعندما نقوم بإعطاء خلايا جذعية نقوم ذلك بالتوازي مع هذا الشيء، وبالتالي لا نعرف هل هو تحسن بسبب الخلايا الجذعية أم أنه تحسن بسبب المعالجة الفيزيائية وما إلى ذلك. طبعا الوضع معقد والنتائج ليست متساوية أبدا، هناك ربما ما يتحسن، هناك قد لا يستجيب أبدا. الآن الأمراض القلبية الوعائية، انتهينا من الأمراض العصبية.
طبعا القدرة التجديدية للقلب محدودة مقارنة بباقي الأعضاء مثل الكبد. الكبد تجدد نسبة التجدد لديه أكبر بكثير من القلب. أضف إلى ذلك أن الاحتشاء إذا حصل يمكن أن يزيد 25% من الخلايا العضلية القلبية خلال ساعات. وبالتالي الحل لحتى نجدد هذا القلب وهذا النسيج المتموت هي الخلايا. طبعا هنا أنواع الخلايا الجذعية المحقونة. نلاحظ هناك BMC هي البون مارو ستيم سيلز، دمع الحبل السري. ADSC هي الخلايا الجذعية المشتقة من الدهون والشحم أديبوز. CBC هي الخلايا الجذعية أو الخلايا الجذعية القلبية أو السليفة القلبية، هنا تعبيرها. ممكن أن نحصل على خلايا جذعية جنينية. إذا هناك أنواع كثيرة من الخلايا يمكن استخدامها في المعالجة القلبية. وهنا نرد يعني نعيد ونكرر، هذه كلها تجارب سريرية، كل تجربة سريرية تستخدم نوع من الخلايا. في النهاية مجموع هذه التجارب السريرية نحدد ما هو النوع الأفضل وما هو البروتوكول الأفضل. طبعا آلية عملها هي إما أنها تقوم بالتمايز إلى خلايا عضلية قلبية، أو أنها بفعل باراكراين، أي أنها تفرز مواد تحسن معملية التجدد القلبي وتحفز الخلايا الجذعية القلبية داخلية المنشأ. ولكن لاحظ العلماء مثلا كما قرأت، لاحظ أن الآلية يميلون إلى أنها تفسر الاستجابة هي الآلية تحسين الإصلاح وليس التمايز. فوجدوا أن الخلايا الجذعية الميزنشيمية تتمايز إلى خلايا عضلية قلبية، لكن بنسبة ضئيلة. لا يمكن هذه النسبة الضئيلة أن تفسر مدى التحسن الذي تم الحصول عليه. الآن ننتقل إلى الداء السكري. الداء السكري النمط الأول، حيث يحصل تخريب للخلايا البتة المفرزة للأنسولين. وهنا إما أن ننتج خلايا منتجة للأنسولين، طبعا خلايا مثلا جنينية، ثم نحقنها في المريض وهذه الخلايا تقوم بعمل بدل من خلايا البنكرياس. أو يمكن في الإصابات الحديثة جرى معالجة وذلك بزرع نقي العظم، وذلك لإعادة ضبط الجملة المناعية. المشكلة أن الجملة المناعية تهاجم الخلايا المفرزة للأنسولين، وبالتالي في حالة نزيل الجملة القديمة ونضع جملة مناعية جديدة، وقد حصل حالات شفاء فعلا. طبعا الإصابات الحديثة لماذا؟ لأن الإصابات القديمة تخربت الخلايا المفرزة للأنسولين وانتهى الأمر، فلا داعي للجملة المناعية، يعني خربت وانتهى الأمر ويجب أن نصلح ونضع خلايا جديدة. أما في الإصابة الحديثة بدأت تخرب، فنعيد ضبط هذه الخلايا الجملة المناعية. طبعا هناك أناس شفوا، هناك أناس لم يشفوا، وهناك كانت تأثيرات جانبية خطيرة أيضا لدى بعض المرضى. أخيرا الجلد. طبعا الجلد الصناعي وتصنيعه من الكيراتينوسايت الخلايا الجذعية في الكيراتينية. طبعا نأخذ من المريض أو من المتبرع خزعة جلد، نعزل الكيراتينوسايت، ننميها ونقوم بصناعة رقع كبيرة من الجلد الصناعي ونلصقها موضع الحرق والأذية. لكن هنا يجب أن نوه بأن جودة هذا الجلد سيئة. لماذا؟ لأنه لا يحتوي على أشعار ولا على غدد عرقية وعلى جذيبات شعرية. لكن هناك تطور بواسطة هندسة النسج، بحيث يقومون بزرع هذه الأمور وبهندسة النسيج وبهندسة جلد طبيعي أكثر. لن نخوض بهندسة النسج، لكن يكفي أن نعرف أن الأمر يعني بالخلايا الجذعية إنتاج جلد صناعي ليس أمر بسيط وليس أمر جيد كما نتصور، إذ أن الجلد يكون وجوده سيئة. أخيرا وليس آخرا، هناك تصحيح. قلت نأخذ من العظم القحفي، ولكن هي العظم القرحف الحرقفي عفوا، في الخلايا الجذعية الدموية في زرع نقي العظم. تأخذ الخلايا الجذعية الدموية ونقي العظم كما نرى من هذه المنطقة من العرف الحرقفي، ونلاحظ هي صورة حقيقية. نلاحظ مدى ضخامة الإبرة وكيف يتم السحب بعدة سحبات وليس مرة واحدة. أخيرا نأمل أن تكونوا قد أفدتم من الكورس. طبعا الغاية من الكورس هي أن تكونوا يعني ليس هي أن تكونوا مختصين بالخلايا الجذعية، إنما هي أن تفهموا الخلايا الجذعية. إذا مر خبر عن خلايا جذعية تفهموا هذا الخبر، إذا قرأتم مقالة عن خلايا جذعية تفهموا على الأقل عنوان المقالة، تفهموا بنية المقالة العامة. قد لا تفهموا كل التفاصيل في المقالة، لكن تفهموا بنية المقالة. عندما يتحدث أحد معلومة عن خلايا جذعية تعرفون
وتحسون على الأقل بحدسكم هل هذه المعلومة صحيحة أو لا، وبالتالي لا يمكن أن تخدعوا بالإعلام وبالإشاعات وبالخطوط العريضة، بهذه الخطوط التي تقول دائما بتضخيم هذه النتائج وبتضخيم أخبار الخلايا الجذعية. أيضا عندما مثلا تسمعون ببنك الدم، دم الحبل السري، تعرفون الآن ما هو بنك دم الحبل السري. فإذا الغرض من هذا الكورس الذي نأمل أن نكون قد أوصلناه هو فهم الخلايا الجذعية، فهم يعني ليس فهم عميق ومتخصص، إنما فهم يمكننا من تمييز الصحيح من الباطل، الحق من الباطل، نعرف معنى ما نسمعه، وإن شاء الله تكونوا قد أفدتم، وشكرا لحسن استماعكم.